مشاهدي الاو تي في، صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من حوار اليوم. ضيفنا في هذه الحلقه الاستاذ الجامعي الدكتور جرار ديب. دكتور ديب، صباح الخير واهلا وسهلا فيك. صباح النور. يعني ما بعرف اذا بعض فينا نقول صباح الخير، معبى بنزين هيئتك. كل يوم منوع على خبريه انه منا هينه. اليوم التانكي ب 312,000 وفي امل ترتفع، يعني مش انه والله وقفت 312 لللبناني يعرف حاله انه هالقد، لا، حسب ما بلغنا البراكس انه ممكن ترتفع انطلاقا من ارتفاعات عديده، يعني الدولار والارتفاع العالمي كمان. ما ننسى انه كمان التانكي بتتاثر بسعر برميل النفط العالمي، فكلها عوامل. بس نحن دائما بنسال سجاد، وين نحن كدوله كسلطه، وين الشعب، وين النمط المعيشي اللي عم نعيشه؟ يعني ما هو يمكن انا اليوم بس اقول لك شغله دكتور. الصبح اول ما يعني هو رقم 300,000، نحن كنا متوقعين انه بدها تعلى او بدها تصير فوق 300,000، بس لما تشوف الرقم غير ما تكون عم تتخيله ولما تعبي غير صرنا 300,000. اول شيء بيخطر ببال الواحد انه وين هالوعود كلها اللي قطعت قبل، انه لا مزبوط رح نرفع الدعم ولكن هالشيء رح يترافق مع بطاقه تمويليه ومع ما بعرف شو. وين انه صارت 300,000 وما في شيء ولا شيء. استجد في شغلتين. الشغله الاولى بدنا اتفقنا نحط شوي اللوم على الشعب، يعني ارتياب احسن ما تقول لي. هلا بلشنا نغري بالموضوع، بس لحتى ارتياب علي حسن خليل بتعطيني كلمه باسورد، يعني كلمه مفتاح، انه هيدا الارتياب بنزل على شارع وبيعمل بيسبب بحرب اهليه كادت ان تطيح البلاد، ونمط حياة معيشة للإنسان بتانك البنزين بتوصل ل300 وشي، وعلى أمل أنه ترتفع. مش بس البنزين، في عندك الغاز والمازوت وغيره. يعني حسب ما سمعنا اليوم أنه التدفئة بالمناطق الجبلية شيء كارثة هالسنة، اللي بيعتمدوا على المازوت أو اللي بيعتمدوا على الكهرباء. شو بدي بالحطب يعني أصلاً؟ يعني أصدق ليه ما نزلوا الناس؟ ليش ما نزلوا؟ أنا رح أقول لك ليه. لأنه الناس ما بقى شايفين بالنزلة على الأرض، أنا هيك بتصور، يعني أنه شيء بفيد. لأنه تجربة السنتين اللي مرقوا تجربة كارثية، نزلوا الناس على الأرض بأمال كبيرة وبطموحات يعني مشروعة، بس صارت النتيجة أنه يعني صاروا يترحموا على الوضع السابق اللي نزلتهم على الأرض. مظبوط. اللي نزلوا ب 17-20 ما بقى بدنا نخون. لا ما عم خون، أنا عم بقول النتيجة هيك صارت، فما بقول لك واحد لشوف بدي اتظاهر بعد. بس نحن اللي عم نقول سجاد، اللي نزلوا بهديك الوقت دخلت عليه عناصر كتير حورت مسار ما هلا رح ترجع تدخل. شو ما رح ترجع تدخل؟ يعني إذا في إذا بدنا نضلنا بهالعقلية والذهنية عند الشعوب، إيه أكيد بدها ترجع تدخل ونرجع نعمل حرب أهلية تانية وثالثة ورابعة وخامسة وما نتعلم. بس احنا اللي عم نقوله انه ايمتى هيدا الشعب بده يوعى؟ شو بدي بالزعيم؟ الزعيم مبسوط يا استاذ جاد، الزعيم مبسوط بنهايه المطاف، هيدا قاعد بقلعته، هيدا قاعد بمقره، هيدا قاعد بكذا، عم يتامل له كل شيء. بس نحن اللي عم نتبهدل والشعب اللي عم يتبهدل. يعني هي الفكره، اذا انت كلبناني ما بدك توعى، بدك ضلك حمل لي هيدي العباره اسخف عباره بتاريخ لبنان وبتاريخ الشرق الاوسط، بالروح بالدم نفديك يا فلان. مين هو اللي بدي افديه بروحي ودمي انا وليه؟ انا بفدي بدمي وطني، بفدي بدمي مصلحه اولادي، هيك بنفدي. بس انا بدي افدي زعيم بنهايه المطاف ما بنعرف لوين مسار التحقيق ممكن يوصل، وروح اعمل حرب، هيك حرب اهليه كادت ان تطيح بالبلاد، وبينما الاسعار البنزين واسعار السلع واسعار، لانه بده يترافق كل شيء هلا ارتفاعات، والدولار اللي عم يلعب. طيب اليوم انا سمعت وزير الاقتصاد بيقول انه احنا عم نسعى لتثبيت سعر صرف الدولار ب 12,000. مش هلا عم بيقول، هو خلال الاشهر المقبله. عال انا شفت التصريح تبعه. يعني معناتها لو معامل دراسه الوزير وعارف انه هو قادر يخفض سعر صرف الدولار ل 12,000، يعني معناتها ما كان حكى هالحكي. يعني بشكل او باخر في مين عم يلعب بالدولار، في مين عم يرفع الدولار بطريقه عشوائيه ليقدر يحرك. صح بس هو لما قال يعني الكلام الوزير مرفق بكلام عن توقيع الاتفاق بالحروف الاوليه مع صندوق النقد الدولي قبل نهايه السنه وهي الامور كلها، يعني وهنيك ساعتها صار شيء طبيعي انه نحن بمرحله انتخابيه، الله يسرنا ما تتفاعل الازمات اكثر امنيا. شو بدي هلا بالاقتصاد اللي هي اصلا نحن بالقعر، ولكن امنيا ما تتفاعل اكثر، لانه هلا نحن بمرحله شد عصب انتخابي لنقدر نوصل للمرحله الانتخابيه كل واحد يرجع ياخذ كتله نيابيه لا بل اكثر، وهذا اللي نحن عم نتخوف منه. لانه هيك لما نوصل لهون، لما ياخذونا لهون السجاد، ليش المواطن اللبناني ما بيعمل سيربريز، ما بيفاجئ المسؤول وبينزل على الارض بايد وحده بتكتل واحد بمظاهره وحده؟ شو يعمل يا دكتور ديب؟ شو يعمل؟ انا لحلك شو يعمل اليوم. انا اذا بتقلي شو الهدف من المظاهره،
ولوين بدها لوين بدها تودي بالاخر لنتائج ايجابيه، مش ترجع تؤدي الى وضع أسوأ من اللي نحن فيه. انا اول واحد بنزل، بس انه شو هدف المظاهره؟ واحد، ظهرنا وسكرنا البلد وبعدين بصير دولار 100,000. بدك تعمل؟ لا ابدا. بدك تعمل ليش أبدا؟ هون يعني هون هون اللي عم تحكيه حضرتك يعني بثبت قديش في شرخ وانقسام عمودي بين اللبنانيين، وعدم التلاقي بيناتهم صار كتير صعب. هيدا اللي عم بثبته. لا لك ليه؟ لانه اذا انت ما بدك تنزل تحت اهداف وطنيه لمصلحه بلدك العليا، يعني انت عندك مشكله بلبنان. يعني اذا انا ما في اتلاقى بين هيدا الشارع وهيدا الشارع الا على القتال وعلى الشعارات صح، الطائفية. انا ما عم بقول لك يعني ما في مشكله، انا ما عم بقول لك انه ما بدهم ينزلوا لهذه الاسباب، انا عم بقول لك ما بدهم ينزلوا لاسباب اقتصاديه وماليه ومعيشيه. طب اذا نحن نزلنا اليوم ضغطنا على حكومه الرئيس مئات، شو الضمانه انه ممنوعه بكره انه الدولار 100,000؟ ما انا لحل لك شو، مش قلت لي والبنزين 600,000؟ هيك بقول لك الانسان، مش الوزير الاقتصاد يعني قال، مش وزير الاقتصاد قال اذا حققنا تقدم مع صندوق النقد الدولي؟ طيب بنزل بضغط لحتى نحقق هالتقدم. شو هالتقدم المعجزه؟ بعدين ما يخوفونا بقى بصندوق النقد الدولي. مش معجزه، اتفاق بسموه بالحروف الاوليه واتفاق طيب. اطار يعني تسميات كتيرة. بس اليوم انا كمان بسمع تقرير هذا بيترافق مع جرعه دعم ماليه اولى بتجي للبنان طيب. كتشجيع. انا مشيت معك. نحن اليوم بحاله اذا بدك بحاله تخلف وطني بشكل كتير كبير، لأنه هالانقسام اللي موجود عنا وعدم وعي بالمصلحة الوطنية للشعب اللبناني. طيب إذا نحن بدنا نضلنا بهيدا الإطار، يعني نحن عم ناخد حالنا إلى الهلاك. أنا إذا ملاحظني هلأ عم ركز على الشعب، لأنه شو بدي بالمسؤول؟ المسؤول مبسوط، برجع بعيد الزعيمك مبسوط، لأنه آخر شيء بهمه يطلع قدامه ويلاقي حشود ليقدر يخطبها. طيب اذا انت هذه الحشود من مختلف الاماكن، من مختلف الطوائف، من مختلف الاحزاب توحدت على مصلحه بلدها تحت عناوين معينه، يا استاذ جاد عنوانك الاول والاخير، انا رح احل لك شغلي، كنت ضلني اقول التوجه شرقا. طيب بس اليوم انا لاحظت من بعد ازمه سنتين الشرق لم يبادر، بعده الشرق ببادر بس بعناوين صغيره، بقول لك نحن عم نقدم لك مشاريع انت ما بدك اياها. بس انا اللي بعرفه اللي بده ياخذ خياراته بالمبادرات بده يكون عنده استراتيجيه ورؤيه، وبده يكون عنده طريقه اقناعيه لهذه الدوله ليقدر يمشيها. مش انه انا بجي بعمل لك زياره بقول لك حققت، طلبت منك انه انا بعمل لك هالمشاريع بعمل حالي وبفل. بده يكون في استراتيجيه، حتى هذه الاستراتيجيه ما يكون عندها عوائق الغرب اذا انت عم تحكيني بالشرق. طيب فاذا اثبت اللبناني وازمته العميقه انه ما بيقدر يطلع من المؤسسات الدوليه، طيب شو الخيار اللي كان لهالحكومه اللي اجت تحت عنوانين؟ تحقيق انتخابات نيابيه واصلاحات الى حين التفاوض مع المجتمع الدولي. طيب نحن صار شهر يمكن او اكثر الرئيس مئاتي، شو عملنا غير عرقلنا له اياها تحت عنوان هلا القاضي بيطار؟ هلا نحن بمرحله عرقله، هذيك المره عرقلنا لها تحت عنوان رئيس الحريري، طيب هلا تحت عنوان القاضي بيطار، طيب ليه؟ طيب ليش نحن دائما بدنا ناخذ حساباتنا الضيقه المصالح الانتخابيه على مصلحه الشعب؟ وللاسف الشعب بده يمشي معي ليه؟ ليه بده يحمل سلاحه لينزل يقاتل تحت عنوان هيدا مع القاضي بيطار وهيدا ضد القاضي بيطار، بس ما بينزل ويقاتل تحت عنوان ابني شو بدي اعمل فيه مستقبله، هالارتياب اللي عايشه اللبناني؟ هذا بيخلي اذا ما في ارتياب. اذا بدك نتركها لاخر الحلقه، لاخر جزء من الحلقه، يلي هي انه اخر شيء في جدل ونقاش تاريخي، هل الشعب اللبناني فعلا شعب او هو شعوب او بيت بمنازل كثيره؟ ما في كتب انكتبت عن هالموضوع. صح. يعني هذا موضوع كثير كبير. خلينا نرجع شوي لليوميات السياسيه. مقابل كل هالمشهد يلي رسمت لنا اياه، مشهد جلسه اليونسكو امبارح، كيف شفته؟ شو صار؟ شفتوا هيدا بيتمحور لانه عم نربط الامور ببعضها، انه الشعب لازم يعبر عن نفسه، يا بيتظاهر يا بالانتخابات النيابيه. امبارح كان المحور هو قانون الانتخابات للمقيمين وللمنتشرين. كل المشهد كيف شفته؟ مين كان ضد مين؟ مين مع مين؟ مين شفتهم كلهم ضد الوزير بسيل، ضد التيار، خصوصا بمرحله القانون الانتخابي. وشفنا نحن وياك انه كل العرضات اللي صارت بمجلس النواب بالامس كانت عم تصب على خطوة واحدة، انه وضع او وضع الكرة بملعب العهد. لانه اليوم سمعنا علي خريس بيقول، النائب تبع حركة امل بيقول انه نحن عملنا اللي علينا، مجلس النواب انجز قانون الانتخاب وعدله نسبة الى شهر رمضان وغيره وقدمناه على رئاسة الجمهورية. هلا الخطوة صارت هونيك، يا بيمضي يا بيرجع يرده. يعني دائما في عنا حشر لا رئاسة الجمهورية ولا التيار، بس لا حشر، في صلاحية رئاسية بحق له الرئيس يستخدمها أو ما يستخدمها 100% حسب ما هو بيشوف مصلحة البلد 100%. بس كمان نحن بنشوف أنه لا، لا بده يكون في حرج. يعني لحلك، لا لو كنا نحن
بوضع دستوري قانوني تمثيلي صحيح للنواب بشكل طبيعي، انا بقول لك ايه هيدا اشياء قانونيه، ولكن انت عارف كثير منيح انه في حشد لكل القوى وفي استغلال لكل النقاط لضرب هذا العهد. هلا ما يقولوا لنا بقى عم ندافع عن العهد وعن غيره، يا خيي ما من الاول قلناها يا استاذ جاد، من 6 سنين قلناها، وصل رئيس جمهوريه حامل عناوين، اتفضل امشي معه، يا خيي اذا حسيته بهيدي العناوين عم يتلكأ بمطرح من اي نصلبه. بس انت صلبته من اول الطريق، يعني انت ما خليته يحمل عناوين ويروح فيها، لانه هيك نحن عم نقول انه ما تبقى من العهد حقه العهد يشوف اخر شيء انه تقصير مده ولايه مجلس النواب والانتخابات المبكره. هو مش تقصير مده الولايه، الولايه لها 21 ايار. طيب يعني اللي ما فهموا الناس حتى النواب في جزء منهم مش فاهمين، امبارح الوزير باسيل بالجلسه قال لهم بس مش عم نفهم شو مبرر انه مصرين هالقد بكون تقربوا الانتخابات ل 27 ادار، هي قصه شهر. لحلك شو المبرر؟ لا قصة رمضان مقنعة ولا قصة في مبررين. ما أنا مقنعة. المبرر الأول لا، هودي شو بدك؟ شو عم يجربوا يستبقوا؟ شو عم يجربوا يقولوا؟ شغلتين، الشغلة الأولى في اصطياد بالماء العكر بساحة التيار الوطني الحر، لأنه بتعرف اليوم المعركة هون، المعركة على ايه اوكي، بس العونية بأيار أكثر من العونية بأدار؟ أبدا. يعني هاي ما فهمتها، أنه رح ينقصوا العونية إذا عملنا انتخابات 27 أدار؟ لا، في شيء اسمه ناخب. اوكي، هيدا الناخب في قسمين منه، في الناخب الملتزم، هذا اللي حيلتزم بليسته التيار او بما يقول له الحزب، لانه هيدا بالنهايه محزب. أوكي. وفي الناخب اللي هو بيبقى سجاد محايد ما بين بين، يترقب، يمكن بيترقب الفرصه الاخيره ليقدر يعمل. هلا اذا القوات اللبنانيه من اول 17 20 حملت شعار انه نحن بدنا، عم نحكي بتجرد مش مع حدا ضد حدا، اوكي، اذا حملت شعار الانتخابات مبكره، ممكن تسجل نقاط انه نحن قدرنا ولو لشهر ولو لنص شهر ولو ليوم قدرنا نفش هذه الانتخابات المبكره. هذه صارت مبكره هلا، بالنسبه ما عم اقول لك بالنسبه للراي العام، مش انا هلا مبكره، مبكره قبل بست اشهر، قبل بست اشهر وقبل بسنه، بس انا عم اقول لك انه كيف ممكن نسجل نقاط، هذا كان انا الحكي اللي عم اقوله. اوكي دكتور، بس السؤال انه بتحرز ينعمل منه قصه سياسيه وكتل تتفق مع بعضها؟ طبيعي بتحرز، ليش ما بقول القوات اللبنانيه تسجل نقاط انه عملنا الانتخابات مبكره؟ امبارح كان سمير جعجع الشيطان الاكبر، وامبارح كان حركه امل بالشارع مع بعضهم ضد بعضهم وعم ونزل الضحايا. طيب شو عدا ما بدا لاخر شيء بالسياسه بنتفق وبنمشي بقرارات فقط فقط، يعني مثل ما قال الوزير باسيل انه شو المبرر؟ مش مبرر اذا انا صايم لافطر كان عند المسيحيين او عند المسلمين ما في انتخب، ما هذا منه مبرر. فاذا في شيء عم ينلعب بهذه الكواليس، في شيء بينلعب تحت عنوان السجاد على الوعي للناخب لنقدر نحن ناخده الى انتخابات. في نقطه ثانيه هيك على شكل سريع بدي اقولها، انه انت اذا قربت موعد الانتخابات بكون عم تعيق عمل الحكومه وانجازات، ممكن الرئيس الجمهوري يمكن على اخر النهار بس يقدم انجاز. بس دكتور، لانه في كلمه لرئيس حركه الاستقلال النائب المستقيل ميشيل معوض، نستمع له وبنرجع نحن وياك. إذا تابعنا نحن وياك دكتور ديب الجزء الأكبر من كلمة النائب المستقيل ميشيل معوض رئيس حركة الاستقلال، عندك أي تعليق على المضمون؟ أول شغلة بنشوف انقسام عمودي واضح بالطروحات وبأي لبنان نريد، واضح بين النائب معوض وواضح بين الفريق الثاني اللي عم يعرض كمان خياراته لتحديد لبنان اللي من ضمن المرضى، لأنه مرتين حكى عن المرضى. طبيعي، ما هو خصمه الانتخابي. الشغلة الثانية اللي بشوفها أنا وياك إنه سجل في تصويب على العهد، يعني في تصويب مبرمج على رئاسة الجمهورية تحديدا. طيب خلينا احنا نجي نقول شغلة بس لنكون على القليلة لنكون واقعيين وموضوعيين، اليوم رئاسة الجمهورية هي عهد، ان كان اليوم برئاسة ميشيل عون، بكرة برئاسة اكس، وقبله كان برئاسة غيره. هذا العهد عنده استراتيجية وعنده رؤية لبناء هالوطن او لشبكة العلاقات. انت كل اللي عطيك اياه الدستور انه بمجلس النواب، لانه هو السلطه البرلمانيه الاعلى، فيك تاخذ انت بهالخيارات او فيك ما تاخذ بهالخيارات، بس مش معناتها نجي نحن اليوم نحمل مثل ما مرق هلا شوي بحديثه انه نحمل سعر ارتفاع سعر تانكه البنزين لهالسلطه، لانه صارت مفهوم السلطه هو العهد وتحديدا هو رئيس جمهوريه وخلفه الوزير باسيل. هون نحن اللي بنختلف معهم، لو بيكملوا بس بمسار واحد انه بيقدر اليوم النائب ميشيل معوض يسمي الفعليين الحقيقيين اللي اوصلوا البلاد على القليل اقتصاديا، هو عم بسمي على اساس حزب الله لانه حزب الله ورقه رابحه بالشارع عنده. طيب في يقدر يسمي المسؤولين الاساسيين اللي اوصلوا البلاد اقتصاديا واجتماعيا وهلا امنيا، لانه اخر شيء هودي الوضعين بده ينعكسوا امنيا.
الى ما وصلنا اليه. في يجي يقول انه الرئيس نبيه بري، في يجي يقول انه وليد بيك جنبلاط قالهم، لا. في يجي يقول انه سعد الحريري، لا. طيب فاذا في يجي يقول العهد، ايه، لانه هيدي ورقه رابحه. اصلا قصه عدم التسميه بهالمعنى هيدا مش بس عند استاذ ميشيل معوض، يعني هلا نحن انطلقنا من مؤتمر الصحافه، بس مثلا دكتور سمير جعجع كان واضح بمقابلته الاخيره بعد الاحداث اذا تابعتها كمان، يعني اعتبر انه الرئيس بري لا، بالعكس كان عم يجرب انه يحل الامور يعني، طبعت. وركز الموضوع على على حزب الله. وتابعت كمان خطاب كلمه الانترفيو تبعت علي حسن خليل كمان، ما جاب سيره القوات رغم انه كانت المشهديه الخميس الاسود مرقت يعني. كذلك الامر استاذي او على تويتر او غيره يعني تعليقاته، كذلك الامر بتشوف انت انه في سيناريوهات بتنعمل لنقدر نحقق مكاسب. نحن اليوم بهالمرحلة الانتخابية، بس نحن اللي عم نقوله انه حرزاني كرمال نايب الزايد او نايب الناقص ينزل دم، هذا اللي نحن عم نقوله. حرزاني كرمال نايب الزايد او نايب الناقص نقدر نحن نخنق اللبناني لنصوب البوصلة ونصوب اسلحتنا الانتخابية طبيعي على طيار وطني حر وعلى هذا العهد ومن خلفه، لانه هلا كمان بلش التصويب على حزب الله. حرزاني نحن نخلق هالامور، بس بتعرف شو مشكلة التيار الوطني الحر مع حليفه؟ انه حليفه ما عم بيقدر يكون يا سجاد واضح وصريح بكل هذه المعركة. يعني اليوم بيعرف كتير منيح ان احنا معركتنا او معركة التيار هو مع الرئيس نبيه بري، وهذا الشيء بطل خفي ان كان الرئيس بري قالة وان كان الوزير باسيل بيرددها. مش مع الرئيس نبيه بري كرئيس نبيه بري، لا لا لا، مع مع النهج، مع يعني مع توجه سياسي معين، يمكن النهج. الرئيس بري من ضمنه، بس في اخرين مش وحده. ما هو قائد الاوركسترا، ما هو في نهج، هذا النهج انت عم تحارب. اوكي فاذا اليوم اللي عم بيشوفه اللي عم يلمسه التيار الوطني الحر بكثير من المطارح انه ما عم يقدر يكون الحليف الاساسي معه بملفات معينه. مثلا شو بده احسن اليوم؟ ذكرنا النائب حسن فضل الله اللي حامل ملفات نائب الفساد بحزب الله، نائب حسن فضل الله. أوكي. طبعا اليوم شو بده افضل من انه يثبت انه نحن لا ما عندنا مشكل مع القضاء، وبالعكس اذا انتم عم توجهوا سهام انه احنا مثل ما هلا شفنا عم ندمر القضاء، شو بده احسن من انه يمسك هالملفات ويعملهم على الاعلام؟ هذيك المره كان حملهم وقال عندي رزمه ملفات بدي اقدمهم على القضاء. يا اخي يطلع قول له على الاعلام، قول له انا بالملف الفلاني بوزاره الفلانيه في عندي هيدا الفساد لهيدا النائب لهيدي الكتله النيابيه، تفضلوا يا بس هن بيقولوا مثل ما تفضلت، يعني انه نحن بنحضر ملف بنقدمه للقضاء، اذا القضاء ما عمل شيء اكلمونا لنا في مشكله بالقضاء. ما هلا عم بس قبل، لانه قبل ما ننتقل للمؤتمر الصحفي كنا عم نحكي عن جلسه امبارح، بس لنكملها احسن ما يعني كنت عم تقلنا انه شفت انه في استهداف للوزير بسيل للتيار الوطني الحر بموضوع قانون الانتخاب وتفاصيله. سالتك انا كنت اول شيء عن موضوع تقريب الموعد ل 27 اذار، كنا عم نحكي بهالنقطه. ثاني سؤال، يعني انعمل قضيه من موضوع انتخاب المنتشرين يلي القانون بيقول انه يلي بيتسجل بينتخب الست نواب ويلي ما بيتسجل بينتخب ال 128. هلا انعمل بطولات انه رجعنا حق المنتشرين ينتخبوا 128، شو يعني؟ يعني يمكن في ناس تصدق هالبطولات. ما هيدا اللي كنت عم اقول لك اياه، كمان قصه تقديم موعد الانتخابات، ما هي كلمه يمكن في ناس تصدق. ايه استاذ جاد، في ناس هي ما بين بين، هيدي ما بين بين اللي بده يشتغلوا عليها، لانه ما تستهونون، عندهم داتا انتخابيه، عندهم كل الداتا موجوده قدامهم على الورقه والقلم، بيعرفوا انه مثلا بهيدي الدائره في عندي 5% 6%، هودي عنده حاله ارتياب مثل ما عنده صديقنا الحالي. حاله الارتياب اللي عندهم اياها هيدي نحن بندعمها ببعض البروباغندات الاعلاميه، وحده منهم قصه تقليص المدة، هلا انت ما سميتها بس انا رح اسميها تقليص مدة المجلس النيابي، لو شهر لو نهار لو نهارين. ما هي مش تقليص، هي بكروا الانتخابات. طيب. بس المجلس الحالي بيكمل ل 21 ايار. اوكي، هذا اللي انا قلت لك اياه. بس نحن اللي عم نقوله انه هيدا بيتسجل نقطة ايجابية لصالح فريق كان عم بيطالب بهذا الشيء، انه قصة انتخابات مبكرة. طبيعي يعني. طبيعي. اثنين، اللي عم نشوفه نحن وياك انه بقصة الانتخاب المغترب ما شفنا نجاح، هيدا مش نحن عم نقوله، هيدا كمان هن بيقولوه، ما شفنا نجاح بوزارة المغتربين أكثر من نجاح الوزير بسيل اللي زار
كل مغتربي لبنان يمكن باخر بقعه بهالجغرافيا الموجوده على الكره الارضيه. ليه؟ لحتى يقول له للمغترب انه انا حدك، مش لاجي ليجي هلا حدا يسجل نقاط على الوزير بسيل وعلى التكتل تبعه انه ليك يا فلان فلاني نحن عملنا لك 128 بوقت اللي هو بده 6 نواب، هيدا القانون. ما هون بتعرف انت ده بس هيدي امبارحه كلها اختصرها امبارح النائب بيير معاصي بجملتين كثير معبرتين. صحيفه سؤال لا مش هيك يعني قال هو انه نحن لازم نركز اكثر على 350 الف لبناني يلي تركوا لبنان باخر سنتين، هودي مرتبطين اكثر بلبنان. هلا المهاجرين او المغتربين او المنتشرين القدامى فئتين، فئه اوكي بتشارك بالانتخابات والى اخره، بس فئه ثانيه مش شايفه من لبنان الا الصفيحه والتبوله بهالمعنى يعني. طيب. ما معه حق شوي؟ خليني اقول شغله، بدي ما معه حق اكيد مع تحفظنا على هالكلمات وانه اللبناني يعني مش قصه تبوله وكبه. صح. بس الفكره هو عم بيقول انه الاهم هن اللي فلوا اخر سنتين. استاذ اليوم نحن بدي كنت ركز بس على قصه تكتل طيار باللي صار بالجلسه امبارح. اليوم في عندك قانون، هل يا ترى هو فرضه رأي الوزير باسيل او هو قانون كان موجود بعتقد من 2017 قصة الست نواب اللي بينتخبوه؟ ما هو قانون موجود، هو راح بالمسار القانوني. ما هون انت بتعرف مين بده يبني دول بلد ومين بده يسجل نقاط. ايه انا بقدر اسجل نقاط، ما هي شيء على الوزير بس الا خليني تربو 128 نايب. بس اليوم نحن بدنا نكون قانونيين، بدنا نكون ضمن القانون وضمن الدستور ونحترمها، او بدنا نروح نعمل نقاط انتخابيه لنقدر نجيب من هون نايب ومن هون نايب، او نجيب كتله وزني بالاغتراب؟ ما هيدا هي السؤال، مش السؤال نحن شو عملنا، السؤال مين اللي عم يمشي بالقانون، مين اللي هو قانوني، مين اللي هو بيحترم الدستور، ومين اللي هو بيعمل لك 100 فنجي ليقدر يطير لك الدستور. هيدا هو نحن مشكلتنا، هيدا مشكلتنا مع الطبقه اللي هي حاكمه. ما حدا بقى يقل العهد يعني ميشيل عون، الطبقه اللي هي حاكمه ما هي جزء منها، ما في انا اروح اهربها وهي حكمت البلاد بهالسياسات اللي وصلتنا لما وصلنا اليه. نحن اللي عم نقوله انت بدك تحترم قانونك، انت فوق القانون فوق الدستور، تفضل اعمل قانون معين وعدل فيه، ساعتها بنروح احنا وياك على توافق معين. بس لنيجي ناخذ هيدي الامور ببروباغندات اعلاميه ونصوت بهيدا المسار ونيجي نحمل انه ليكو هنيك شو عم بيقولوا وليكو احنا شو عملنا لكم، لا بده يسمحوا لنا فيها. نعم، خلينا ناخذ فاصل ونرجع من بعدها بدنا نكمل بالجزء الثاني بمعظمه رح يكون حول الانتخابات النيابيه، في كثير اسئله نتناقش فيها نحن وياك. مشاهدينا فاصل ونرجع على الجزء الثاني والاخير من حوار اليوم. عودة إلى حلقة حوار اليوم مع ضيفنا الدكتور جلال ديب، أهلا وسهلا فيك من جديد. دكتور ديب، دكتور جعجع بمقابلته الأخيرة بالموضوع الانتخابي توجه بنهاية الحلقة تقريبا لللبنانيين أنه أهم شيء تنزلوا تنتخبوا، مش ضروري تنتخبوا القوات، المهم ما تنتخبوا يعني بما معناه ما تنتخبوا التيار الوطني الحر وحزب الله، لأنه هدفنا أنه نكسر الأكترية الموجودة. يعني مثل كأنه عم يرسم صورة أنه خلي يكون في مجلس نيابة جديد حتى لو كتلة القوات بقيت قد ما هي، المهم أنه كتلة التيار الوطني الحر ما تكون كبيرة ويكون في كتل تانية أصغر حجما من ضمنهم كتلة القوات اللي ساعتها ممكن هي حكما تصير الأكبر بهذه الحالة. هذا يعني مش واقع شوي كلامه؟ عم نحكي بالشارع المسيحي مش هيك؟ لأنه هذا الكتل اللي عم تخبرنا أكيد هو مش عم يتوقع، هو حكي لبنانيا بس أنه أكيد أصله الشارع المسيحي. خلينا نجي نقول شغلي، هلا هو حقه يفكر بهذه الطريقة وحقه يطرح أي طروحات وحقه يستعمل أي شيء اليوم أو أي هفوة لصالحه الانتخابي، هيدا حقه القانوني. هيدا مش عملنا بس أكيد مش حقه طبيعي نجر البلد إلى حرب لا تحمل عن طبعا عقبة. لا حقه ولا حق غيره. ولا حق غيره صح. اليوم نحن بنجي بنطلع بالتكتل أو بالتيار الوطني الحر يلي هو الحليف أو هو العصب الأساسي لهذا العهد اللي نحن عم نصوب عليه واللي نحن عم نحاول بشكل أو بآخر ناكل من كتلته لنحزمه بشكل صغير. هل يا ترى إذا أنت، هي أول فرضية، إذا أنت جيت قدرت تحجم التيار الوطني الحر تقدر تلجم حزب الله وتطلعاته الإقليمية واللي قال لك إياها بكل بساطة السيد حسن بخطابه الأخير؟ يعني إذا أنا اليوم جيت عملت كتلة التيار الوطني الحر من 10 نواب أوكي، نزلتها من هال 18-19 اللي هني لصارت 10 اللي هني، فبتقدر أنت تسيطر برلمانيا وغيرها على الشريك الآخر يلي هو حزب الله؟ بتقدر أنت تفرض على حلفائك، ما بدي اقول لك على خصمك لانه حزب الله هو خصمك، تقدر تفرض على حلفائك
إعادة التدقيق الجنائي إلى مساره الصحيح، ونرجع نعيد الأموال المهربة من الخارج، ونرجع نحاسب كل من أوصل للبلاد اقتصاديا وماليا وإلى انهيار اللي نحن موجودين عليه، تقدر تعملها؟ يعني أنت ما تجي توجه خطابك إلى العونيين انه نحن يا عونيين، وين بعد في عونيين، وهل يا ترى نحن انتم ارتباطكم بحزب الله يعني معناتها عم تضعفوا البلد. وجه خطابك، انت شو بتقدر تعمل؟ خبرني انت، نعني انت شو بتقدر تعمل؟ شو بدي بالوزير باسيل وبتحالفاته؟ انت بتقدر تلجم حزب الله اذا وصلت؟ تقدر تقول له هودي ال 100 الف مقاتل خليهم يفوتوا على الجيش اللبناني، وهيدي الكتله الفائق القوه الصاروخيه اللي عندك اياها هات لنجيرها للجيش اللبناني؟ بتقدر تفاوض الإسرائيلي على حدودك البحرية والبرية؟ تقدر تفاوض السوري كذلك الأمر؟ قادر تعملهم؟ خبرني، يعني اطلع ببرنامج لكتلة القوات اللبنانية لحتى نقتنع نحن وياك، مننزل وتكرم عيونك مننتخبك، بس على القليل خليني انتخبك على برنامج انتخابي تقنعني فيه، ما تهجم لي على الطيارة. هو عم بقول بمجرد انه هن ياخذوا نواب اكثر يعني الدولة رح تقوى، وبالتالي حزب الله رح يضعف. كان عندهم هن نواب اكثر، ما هن بال 2005 هلا هن عمليا كانوا اكثريه نيابيه حتى هلا من 2005 لل 2018 100% حتى وهلا هلأ. في اكثريه هيك صح مستتره. طب هذا اللي احنا عم نقوله، بيقدر؟ بعدين انا بدي اقول له شغله للدكتور جازا. اليوم انا بالامس اللي عملها الحركه المكوكيه اللي عملها وليد بايك، انا حسيتها تطويق لإلك، ما حسيتها دعم معك، يعني ما حسيت اذا انت اوصات النائب السابق وليد جنبلاط عم تحطها باطار انه عم يجرب يلاقي حل لترجع الحكومه. ليش ما راح تعمل جلسات؟ ليش ما راح منه مشارك بالحكومه؟ لا بس ما هو مشارك بالازمه، راح عند رئيس الحكومه ورئيس مجلس النواب، ويمكن يروح عند رئيس الجمهوريه ما بعرف، وعند غيره. بس هو المقصد منه انه نحن، انت انطلقت يا وليد بيك انطلاقا من المشهديه اللي صارت، صح؟ هاي المشهديه اللي صارت هي بين طرفين نزاع، في طرف اسمه هون وفي طرف اسمه هون، انت رحت عند الطرف هون يلي اسمه نبيه بري اللي انت بتقلي هو معرقل الحكومة. طيب ما روح عند الطرف الثاني كمان نكسر هالهواجس بيناتهم، يروح يتجعجع يعني؟ طبيعي. طب ما هي حليفه، هيدا حليفه، طلع شي بيان دعمه، بينما هو كل مره كان يقع فيها. هلا مش هلا لا فينا لا نقول حليفه، ما هلا شوي منايم بنفسهم عن بعض. مهني عم تحكي عن جملات وجعجع اكيد هيك. والحريري، طب ما هو مين حليفه لكان يعني اذا جعجع ممكن يجيب مع الكتل الثانيه لو جاب 40 نايب مسيحي، اذا بلا هالتحالفات اللي انا عم اقولها بيقدر يعمل شيء؟ هو عم بيقول ايه 40 نايب؟ انا سمعته بالمقابل، لا ما حفيت بالارقام، لا 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 انا اعطيته 40. عم يحكي انه نحن التحالفات بكير عليها و... بس انه نحن سئل عن عدد من الدوائر وقالها فينا نحن نجيب الحواصل يا خي بجيب لوحنا. نحن ما عم نقول لا مع تحالفات موضعيه يعني كثير منيح، بس انا اذا اعطيته كتله 40 نايب بيقدر ب 40 نايب يغير اللي هو عم يعرض لي اياها؟ ما انا عم بعمل الفرضيات انطلاقا من حواره، انا ما لي علاقه بقى بالتيار الوطني الحر. هو يصف شو بيتغير التيار يقنع شعبه 40 نائب ضد حزب الله؟ اذا قدي اعطيته مش حق لك قوات. اذا صار في كتله من 40 خي 64 نائب شو بيتغير ضد حزب الله كلهم؟ شو بيتغير؟ ماشي، ما بيصير بموقع اصعب للحزب؟ نعم اكيد. لا ليش؟ ليش من ايمتى انت قرارات الحزب مرتبطه بقرارات الدوله اللبنانيه؟ ما هو عامل استراتيجيه فاصله، كل شيء داخلي داخلي. طيب انا بعطيك لا بس صغير. هيك بيكون الوحده الوطنيه الحد الادنى من الوحده الوطنيه المتوافره حول دوره مثلا اقل من الدفاع عن لبنان من الجنوب والى اخره، هي بتكون مين حاصر شوي يا سجاد؟ مين حاصره للحزب؟ مين محاصره وطنيا؟ ما بدي برا، وطنيا حركة أمل محاصرته؟ ما هذا فريق مكون لا. شيعي موجود. طيب وليد جنبلاط محاصره؟ لا هلا في هدنة أكيد. والرئيس الحريري، والرئيس محل الحريري. طيب والسنة اللي غير الحريري، لأنه في كتير سنة غير حريري مثل لقاء التشاوري تنسميهم. أوكي. أوكي. طيب هم محاصرينه؟ ما بالعكس، يعني انت عم تحارب اخر شيء بينت عندك انه انت عم تحارب الشريك المسيحي. بس يمكن هالمنطق المقابل بيقول انه اذا صار في انتخابات نيابيه وصار في كتله من 40 نائب من المسيحيين تنقول قوات لبنانيه وكتائب والى اخره، هو مجتمع مدني، ما بعرف ليه المجتمع المدني دائما بنحصره بالمنطقه المسيحيه بالدوائر المسيحيه، بس انه هيك بينحكى. يمكن البقوي ساعتها يتشجعوا انه لا خلينا نشد حالنا ونفوت بالمواجهه. طيب سياسية مش عم نحكي العسكرية، لحرد هو لأنه شقين، لحرد على الشق الأول إن ليش المجتمع المدني بنحصره هون. أنا لحلك ليه، من 17 تشرين لليوم والهجوم على الساحة بالساحة المسيحية، يعني صحيح حكى عن بعلبك وصور وإلى ما هناك، بالنهاية المطاف مع احترامنا الشديد لكل اللي نزل عبر عن وجعه، ولكن بيبقوا أقليات داخل المناطق اللي هني موجود فيها،
ما بيجيبوا حاصل انتخابي صح او لا، مع احترامنا الشديد للي نزل بصور وكل هالامور، بس انا لاحظنا انه البروباغندا والبرمجه الاساسيه عم تشد بالشارع المسيحي وعم تضرب العهد والوزير باسيل. طيب اجى الدكتور جعجع مع حلفائه اليوم، اوكي اللي اليوم مشال معوض، بكره سامي جميل وغيره، حاولوا حليفه للدكتور منه حليفه هلا هو بنهايه المطاف منه حليفه، بالعكس عم بيهاجمه بكره مش اليوم، بمره قبل بمقابله سابقه كمان هاجمه مباشره للقوات اللبنانيه. بكره بتتذكرني انه بالانتخابات النيابيه اول حلف بده يصير بينه وبين القوات، مع مين بده يتحالف؟ خبرني. ما بعرف اذا في مصلحه انتخابيه بالموضوع للطرفين. هلا على كل حال هيدي التفاصيل، هاي تفاصيل يعني واصلين له، بس انا عم اكد لك من هلا بكره بده يصير في عنده ما هو اصلا يعني هو ما بيطمح ليكون عنده كتله نيابيه النايب معوض، يعني هو بيطمح ليمثل حاله بهالامور لانه بيعرف كتير منيح انه حجه شعبيته ما بتقدر تعمل له كتله نيابيه، فاكيد بيكون في تحالف على القليل. مرقوني انا بكون عم بعطي جير الاصوات الباقيه لكم بغير، بس انا هلا فتنا بموضوع فرعي، بس ما هي القوات بدها كتله اكيد، فيمكن انه اذا بيكون ميشيل معوض معهم بيخسروا نائب، بيخسر يعني هو بده يطلع محل نائب بالقوات. لك شو بس ما عندنا التفاصيل الارقام يعني هالدائره ما بدنا نفوت اخر شيء اخر شيء بالنهايه في ارقام على الارض، بدك تشوف انت قديش بيقدر يجير له وقديش ممكن يفيد القوات، يعني اذا بيقدر يجيب لهم حاصلين وهن كانوا بيجيبوا حاصل بخلوا معهم، لانه اخر شيء على نص حاصل بيطلع نائب. فبشكل او باخر استاذ جاد، نحن المعركه عم تصير عنا لانه هيك المجتمع المدني كل اهدافه هي بالشارع المسيحي، ويمكن يكون ببعض الشارع السني، لانه اليوم ما قدر الرئيس الحريري يعرض حاله على اساس انه هو لم يزل يمثل الشارع السني على القليله ب 50%. وبتعرف حضرتك انه الانقسامات اللي صارت بين صقور تيار المستقبل، واحد منهم انه هذا المسموح وغيره، هيدا كمان اثرت سلبا على الكتله او على شعبيه المستقبل. هي يمكن بالوسط السني الفرق الوحيد انه في بعدد من الدوائر في مثل يعني رؤوس بالمواجهه مع هي المجتمع المدني، يمكن السياسي مثلا نائب مصطفى سعد بصيدا، مزبوط في كتار بطرابلس وغير مناطق، مثلا نائب مصطفى هيدا يمكن اللي بيخلي الناس تقول انه يمكن بالساحه السنيه يصير شيء، بس بغير ساحات لا عندك المسيحي انت بغير ساحات يعني عند الدروز والشيعة ما بعتقد، يعني انه اخر شيء بتعرف عند الساحه الدرزيه وثبتوها هن بكذا مطرح، اخر شيء بلموا شمل البيت الدرزي. نعم. اوكي عند الساحه الشيعيه لليوم بعد ما قرانا فعلا تغيرات حقيقيه الا ببعض العشرات، فمن هون بنشوف انا وياك انه كل المعركه بدها تصب هون. فاذا هي اول سؤال. سؤال ثاني، هل يا ترى اذا جاب اكثريه نيابيه بتعود له كتله هاودي بيور قوات لبنانيه، اوكي مش تحالفات، اذا جاب هالكتله النيابيه الكبيره رح يقدر ياثر؟ انا بقول لك لا، لانه القرار اليوم بالدوله اللبنانيه مش قرار سيادي حر مستقل، هي قرار تدخلات خارجية وتدخلات وغيرها وغيرها، مثل ما اليوم حزب الله اتهم سمير جعجع بأنه هو عميل للسفارة الأمريكية، ما كمان نفس الموضوع هلا في تصعيد لأنه يمكن بكرة بده يعمل مؤتمر سمير جعجع، كمان مقابلة تلفزيونية بده يفند كمان ويعمل هجومه ويتهمه بالعميل للإيراني. فإذا لبنان ساحة مستباحة. إيه أنا بوافق بمطرح من المطارح إنه هيدي الحيادية الإيجابية بدنا نعرف إن نستفيد منها. ليش ما بياخذوا ذكاء أردوغان اللي بيقدر يلعب على الشرق وعلى الغرب، اللي بيقدر يستفيد ليقدر يقوي النفوذ التركي بأول شيء بالمنطقة وتاني شيء على صعيد العلاقات الدولية؟ نحن هذا هو أستاذنا الكريم، إذا جاب 40 بيقدر؟ لا ما لح يقدر إلا بشغل وحدة، مؤتمر جامعة لكل فئات اللبنانيين بما فيهم حتى اللي نزلوا على الحراك الأولي البريء الجميل، ها كلهم هوا بتنزلهم بتعملهم، ما عندهم حدا بيمثلهم، ما هون المشكل، ما قديش قلنا لهم الثوره بتفرز وهن ما حدا بركي فرزوا بركي فرزوا هلا لا لان قلت حدا بيمثلهم، عم اقول لك ما حدا بيمثلهم، ما حدا مثلهم، سمي لي حدا للاسف، للاسف ضيعوا حالهم لانه الثوره بدها تفرز زعيم، في افراد بس ما فيش حدا جهه معينه يعني، وفي حقوق مطيشره. فبشكل او باخر بدنا هيدا المؤتمر ويكون في مصارحه، اثنين بده يكون في ثقه، يا خي مش معقول يعني، واذا نزلوا عملوا بعطي اكزامبل ما قلي بالمشاريع اللي صارت، واذا نزلوا على هيدا الحي اوكي او راحوا على هالحي، انا بالنسبه لي لازم يكون لبناني، تعرف شغلي نحن بالتحسين يجوا على الحي بس مهم ما يصير تكسير، لا ما هي نازلين، ما هو شوف شو صار بيجي على هيدا الحي بخلفيه انه هيدا الاعداء عندي هون،
والحي اللي ناطر هون بخلفيه تانية انه هني حكما بده يكسروا، يعني هيدي انا بدي اكسرها، انا هي اللي عم طالب فيها. بتعرف شو بصير استاذ جاد؟ هلا انا بدي اروح على جنوب، بحس حالي انه بس اوصل على الاولي برتاح نفسيا، كانه كنت بقندهار وجيت على بلادي. يا اخي ما انا بعدني بلبنان. اشتغلوا علينا من ايام الانتداب، لا العثماني اول شيء بلش بالعثمانيين، لا الانتداب الفرنسي، لا السوري فيما بعد، اشتغلوا على تقسيم لبنان، على تجزيء هوية اللبناني، بس ما اشتغلوا بس ولا اشتغلوا على الوطنية. دكتور ديب، يعني اخر شيء كمان وعم بحكي انا بكل موضوعية هون، وثيقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله لو قيد لها انه يعني تتطور اكثر، و يعني منتذكر كلنا اول 4-5-6 سنين حتى اكثر، يعني وقتها كيف كان الجو تحديدا بهالمناطق اللي اليوم عم نسميها بكل اسف انه صارت ساحات توتر، كيف كان الوضع عليها من بعد هيدي، كيف كانت الحاله النفسيه، كيف كانت العالم تروح وتجي، وان شاء الله بتضل تروح وتجي العالم والاختلاط بكامل. نحن ما بدنا نكون سلبيين، بالعكس بدنا نبني على الايجابيات. شكرا لك دكتور جراد ديب، واهلا وسهلا فيك دائما بالاو تي في. مشاهدينا هم نوصل لختام حلقتنا، شكرا للمتابعه والى اللقاء.